يوم الحد اللي فات جالي محضر البيت مع استدعاء من نيابة، علشان كان في مواطن مقدم ضدي بلاغ ان انا اعتديت عليه بالضرب، وما كانش موجود اي تفاصيل، وانا ما كنت ساعتها موجودة في البيت. انا والدي هو اللي استلم الاستدعاء ده، وانا كنت مسافرة ساعتها تاني يوم رايحة بيروت علشان كان عندي مؤتمر في يوم المرأة العالمي، كان ليا كلمة في الجامعة الأمريكية اللبنانية. والحقيقة ان والدي قال لي انا هروح ما تلاقيش، انا هروح تاني يوم افهم فيه. وانا استهونت بالموضوع، قلت ده مين ده اللي انا ضربته؟ يعني انا عمري ما ضربت حد. فوالدي راح تاني يوم للنيابة، قالوا له لا ده في جلسة دلوقتي شغالة، المفروض بنتك تحضرها. فراح للقاضي عشان يقول له ان انا مسافرة وما اقدرش احضر المحكمة. فقال له انت مين اصلا؟ قال له انا والدها، انا والد اسماء محفوظ. فقال له لا انت مالكش صفة اصلا علشان تتكلم، هي لازم تكون هي موجودة. فقال له طب انا عايز اعرف تفاصيل الاستدعاء ده، جالنا امبارح، مين الاسماء ضربته ده؟ فقال له ده عبد العزيز فهمي عبد العزيز. فبابا طبعا اتفزع، بابا يعرف كويس قوي، يعني يعرفه من الاعلام طبعا، ولو انتم ما تعرفوهوش عبد العزيز ده هو كان شاهد الإثبات الوحيد في قضية علاء عبد الفتاح، وهو اللي رفع قضية قبل كده أو قدم بلاغ ضد نوار نجم والشيخ مظهر شاهين، وهو طبعا اللي عمال بيرفع سلسلة قضايا كتير قوي ضد النشطاء. فقال له طب هي مش موجودة، يعني نقدر نعمل ايه يعني علشان نأجل القضية دي؟ قال له انت مالكش دعوة، يعني انت مالكش فيه عشان تتكلم اصلا، استنى لحد اخر الجلسة اللي هو اخر اليوم يعني بعد ما الجلسة تخلص عشان تعرف الحكم اللي عليها. بابا طبعا ماشي، ما قدرش يستنى. بس انا جيت النهارده وهو قال لي، انا قال لي بابا قال لي خليكي قاعده وانا هروح اشوف فيه. راح قالوا له الملف اتحول خلاص للتنفيذ. قال لهم يعني ايه تنفيذ؟ قال لهم بنتك اتحكم عليها بسنه و2000 جنيه غرامه، وهي لازم دلوقتي والملف هيتحول للتنفيذ عشان يتنفذ الحكم، فخلي بالك بقى على بنتك وهي راجعه من المطار عشان ممكن يقبضوا عليها. فما يعرفوش ان انا رجعت من السفر تقريبا. المهم بابا لما كلمني قمت انا رايحه علشان افهم يعني ايه ممكن تقبض عليا من المطار، وانا لسه مسافره تاني بكره، عندي مؤتمر يوم وراجع تاني. فانا ما فهمتش، رحت افهم، فعرفت ان انا فعلا هتمنع من السفر، وعرفت انه بالحكم ده بقيت مجرمه، مع انه حكم كاذب، يعني قضية كلها من الاول للاخر كاذبة. يعني انا ما ضربتش حد، وما عرفش اصلا عبد العزيز ده، انا عمري ما شفته يعني وجها لوجه يعني. فانا دلوقتي بقيت زي المجرمة، ممكن اي حد يقبض عليا، ممكن حد يجي ياخدني من البيت، ممكن اتوقف في المطار، ممكن اتوقف في كمين، ممكن لو عايزين يبعتوا لي 2 امناء شرطة يجوا ياخدوني زي ما عملوا مع احمد دومة قبل كده. فاحنا بقينا مجرمين دلوقتي. واللي عرفته بقى كمان انه في خبر 12 انه في 712 مواطن من اللي بيقولوا عليهم شرفاء مقدمين ضد بلاغ وضد يوسف هودة ونوار نجم وريم ماجد ومجموعة كبيرة من الناس الثوار والاعلاميين اللي مع الثورة، وانه البلاغ مش الخبر، مش ان هم قدموا بلاغ، الخبر انه البلاغ اتحول او النيابة العامة حولت البلاغ للنيابة العسكرية، ففي قضية وشغالة وشغالين فيها. الغريب في القصة دي كلها انه ما شاء الله انه القضاء بتاعنا بيتحرك بسرعة وبيقبض علينا بسرعة، وهو سايب يعني مبارك واعوانه والناس، وفي ناس لسه برا، يعني حتى القضايا او البلاغات اللي اتقدمت ضدهم لسه برا، وفي منهم فاتحين قنوات دلوقتي، وفي منهم ناس كتير شغالة كويس قوي من الناس اللي قتلت مصريين ومتهمين في القضايا دي. في ضباط اتسقوا، وفي ضباط طلعوا براءة، ومنهم النهاردة في الزاوية في الضابط المتهم بالقتل طلع براءة. طبعا الحكومة والإعلام بتاعنا، الإعلام اللي بتاعهم للأسف كان بيوهم المصريين والشعب المصري انه الثورة دي هي اللي خربت بيوت الناس كلها، انه المظاهرات دي هي اللي موقفة عجلة الانتاج، ان المظاهرات دي هي اللي معطلة كل حاجة، المظاهرات دي هي اللي واقفة الحال، هي اللي معطلة الأمن. بقالنا فترة طويلة جدا ما فيش ولا مظاهرات ولا في حاجة. اعتقد دلوقتي انه اي حد فكر بس مدة دقيقة كده مع نفسه يعرف ان كل الكلام ده كان كده، وانه ان هم يخوفوا الناس من ان هم ينزلوا يطالبوا بحقهم ده كده، وان احنا نقعد في بيوتنا هنتلم من بيوتنا،
وهنرجع تاني، وزي ما قلنا زمان كلنا خالد سعيد، ممكن فعلا نبقى كلنا خالد سعيد تاني، ونتاخد من بيوتنا عادي، نتقتل، نتعذب، نتسحل، نتبهدل، كل ده عادي. انا مش هخاف ومش هبطل، مش هبطل ادافع عن حقي وحق ان بلدي تبقى نظيفة ويبقى فيها قضاء نظيف، قضاء مستقل، ويبقى فيها حكومة نظيفة، ويبقى فيها كل حاجة نظيفة. انا مش هبطل لحد ما اشوف ده، وده مش حلم مستحيل، ده حلم ممكن. وعندي امل كبير قوي في الشعب المصري انه يفهم بقى قد ايه انه بيضحك علينا، وانه يوقف المهزلة دي. احنا مكملين والثورة مستمرة، ويسقط يسقط حكم العسكر.